نشتغل لحسابنا بعد كده. تشرب وتشوف مزاجك معانا وخلاص. لا وانا لازم اعرف. طب ما بتاخدونيش معاكم ليه بقى؟ يا ابني انت لسه عصفور، لما تبقى صقر يبقى اتكلم، لانك صغير. ما تقولش صغير، انت ناسي ان انا اللي رعبت ابو جبل واخدت منه الفلوس واديتها لعم صابر، ما جاتش منكم انتوا الاثنين. طب اقول له ايه ده بقى؟ برضه عايز. والله العظيم ما بطلت الكلمه دي لا تعرف شغلك. سكتوا يا اسرة طوان. ما تسكت يا بيتها، عصفور الصغير ده راجل وبالغ اشده. انت بلغت اشده ولا لا يالا؟ اه امبارح بالليل. اهو وعلى وش جواز كمان. قول له هتفوكوا يمتلك واحدة بجمال كريمة ولا أوام كريمة ولا أصل كريمة؟ ولا انت هتستعبط؟ ما انتش عارف الجو بتاعي يبقى مين؟ ده نبيلة. نبيلة بنت سبعان بيه. وده بيه رسمي. معلش معلش. أنا بقى بلا فخر الجو بتاعي عليا بنت سلوى باشا. يعني انت بيه مش بطال، انما انا باشا. المصيبه هنا انت قلت ابوها اللي اسمه ايه ده اللي لازقينه جنب ايوب. صابر يا فندم. ماله صابر يا فندم؟